سهرتنا الليلة دي سهرة جميلة جدا، وده لأن ضيفتنا ضيفة صاحبة صوت قدمته مصر للوطن العربي كله، واحدة من أجمل الأصوات اللي موجودة في الجيل اللي احنا فيه. النهاردة نجمتنا هتدندن معانا وهتتكلم وأكيد كمان هتغني. رحبوا معايا بالنجمة السوبر ستار شيرين عبد الوهاب. انت كنت عايشه قبل كده في القلعه ودلوقتي عايشه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، اكيد في فرق كبير قوي بين المنطقه الشعبيه والناس اللي فيها والمنطقه مختلفه دلوقتي. انتوا زرتوني في البيت وشفتوا انا عامله ايه قدام باب البيت، عامله مهرجان وحتى فوانيس وشمع، قصدي اللي هو الزينه بتاعت رمضان، الزينه اللي زي الشمع دي عشان احس ان انا في الحي الشعبي. بصي، الحي الشعبي يعني النصبه بتاعت الكنافه دي كانت بتبقى جنب البيت، القطايف بتتعمل جنب البيت، الكحك كنا بنعمله بايدينا وننزل السجات. عشان كده لما جيت صورت ما شفتش منلها
قلت للاستاذ احمد المهدي انا عاوزه اقرص كحك وعايزه اصور في جامع وفي كنيسه عشان ده يعني مصر كلها. شيرين، مريم وهنا ما بتحاوليش ان انت تخليهم تقعدي معاهم تعملي كحك زي ما مثلا بره بنشوف بيعملوا كوكيز بيعملوا كب كيك؟ بنعمل حاجات كب كيك طبعا اللي هي الكيكه الصغيره يعني. بحب مريم تساعدني في كل حاجه في البيت، وعلى فكره قد ايه الطفله بتبقى سعيده لما امها بتقول لها. يعني انا بنصح الامهات اللي في البيوت لما تلاقي بنتها مضايقاها عامله لها دوشه تخليها تعمل معاها حاجه. يعني انا ساعات اخلي مريم تقعد تعمل معايا القطايف تساعدني في هقوم اعمل عصير، يلا يا مريم تعالي قومي قطعي معايا الموز. بتموت تلبس جلوف الجوانتي وتقعد تعمل معايا الحاجه. انت ست بيت شاطره الحمد لله. يا ما قلت الناس حفظت خلاص ان انا ست بيت شاطره. الحاجات الشعبيه اكتر ولا الحاجات الاكلات العالميه اكتر؟ لا الاثنين. بصي انا كل ما الانسان بيكبر بياخد كل حاجه حلوه وبيسيب كل حاجه وحشه. يعني انا دلوقتي بجد بحب الهدوء، بحب البيوت اللي ما فيش طريق جنبها، ما فيش عربيات بتعدي من جنبها عشان طبعا صحه بنات، يعني مش سوري صحه البنات والامان للبنات، لان العادم بتاع العربيات ده. فانا يعني كمان قدام شويه بسكن في الصحراوي اكتر من كده كمان، اللي هو بيتي الكبير اللي هو مشروع يعني العزبه اللي انا ناويه اسكن فيها وازرع منها واكل منها. شيرين انت اول ما بداتي كنت البنت التوم بوي الجينز والتيشيرت وشعرك على جارسون وتتكلمي هايبر قوي، وبعدين فجاه لحد دلوقتي قلوصه طاغيه وقاعده وهاديه قوي. بصي انا لحد دلوقتي بحب شخصيه الست اللي ما بتمشيش. اديكوا شايفين احنا ندحنا الكوافير كم مره عشان يظبط لي شعري. انا كنت الحقيقه بحب الست اللي هي تعمل لنفسها كل حاجه، فعشان كده كنت مختاره لنفسي لوك الشعر القصير. كنت بحط جل واطلع اغني واعمل لنفسي المكياج. دلوقتي بمشي جره ورايا اتنين تلاته الفريق اللي بيشتغل لي طبعا، واللي مش بس بيعملي مكياج او شعر، هم كمان بيختاروا لي اكسسوارز لبسي هلبسه ايه. فطبعا اليف غالي على طول معايا من لبنان، وفي كمان هاله عجم وجون بيير الكوافير اللي على طول معايا ما بيسيبنيش خالص. ليه كلهم لبنانيين؟ بس لاني خدت عليهم وهم خدوا عليا، لكن احنا عندنا في مصر طبعا ما خدتيش على حد من مصر خالص؟ لا ازاي، بس علاء باستمرار بيبقى مشغول، علاء التونسي. بس في ناس، وانا لسه سألاكي مين الفستان الحلو اللي ملبسهولك، عندنا ناس طبعا كويسين، بس ممكن اكون ان انا فريقي خلاص يعني كونته.
اللي كنت بحلم لكو بيه وما بين ايديك كملت حاجة نصابي والدنيا مش طبعاً إلا بحبي لي وديني جاية موعد الوقت فيه أنا طول حياتي كنت بحلم لكو شيرين. لو رجعنا لأيام زمان وانتي كنت بتغني أغاني كنت بتغني في أفراح شعبية؟ لا أنا كنت بغني مجاملة ما كنتش بشتغل. أوكي يعني بس كانت اتنشرت على اليوتيوب طبعا. بتضايقك اليوتيوب دي؟ لا خالص. انت عارفة أنا إيه اللي ضايقني ساعتها؟ إن اللي اتنشرت على اليوتيوب اتكتب جنبيها شوفوا فضيحة شيرين. إيه الفضيحة في إن بنت لسه بتبتدي حياتها ومعروف هي منين وما كتبتش ولا قالت ان هي من الزمالك ولا من جاردن سيتي ولا من مصر الجديده وقايله هي منين؟ فالطبيعي انا في المكان عندنا يعني كنت ست الكل، يعني اللي هو في فرح يعني شيرين هتطلع تغني بالعافيه بالذوق كده. الناس كانوا بيفرضوني عشان هم عايزيني اطلع وابان. بس ده اللي طلع على اليوتيوب ده وهم كتبوا ان هو فضيحه كلفك كتير لما رحتي الجزائر لان هم كتبوا عنك مطربه الحشيش. طب ليه؟ عشان كنت ماسكه جوينت وانا بغني ولا ايه؟ يعني انا بسالك انت ايه 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 تعليقك على ده؟ مش إيه عارف، مش عارفه الحقيقه يعني ليه قالوا كده. يعني انا هل انا في حياتي غنيت مثلا انا شارب سيجاره بني وحاسس ان دماغي بتاكلني؟ هل انا روقت للحشيش؟ فانا مش عارفه. مع ان انا لما عملت معايا مدام ندى الاحمديه عملت معايا حوار قالت لي اني ابن الست فيروز غنى للحشيش، فانت ليه زعلانه؟ طب حسن الهجوم اللي حصل زياد رحباني. قلت لها انا عايزه اعرف بس سبب الكلمه دي يعني ايه. حسيت طيب هجوم متعمد؟ حد متعمد؟ انا طبعا اكن كل الاحترام للشعب الجزائري ومانيش هبله عشان انا اخد ذنب شويه ناس جرحوا مصريين كانوا رايحين يشجعوا كوره. فأكيد أكيد. لكن أنا كان مفروض إن أنت رايحة إن أنا طبعا كنت رايحة وحماقي اللي قال لي مش هتروحي ولو جوزك مش هيمنعك أنا همنعك. حماقي طبعا أخويا من زمان من قبل ما نتشهر وإحنا بنعرف بعض فسمعت كلامه والحمد لله أني سمعت كلامه. عايزة أقول لك إني أنا يعني أنا عند الشعب الجزائري حاجة كبيرة وبيسمعوش غير الست أم كلثوم وغيري فعلا. ده اللي بيوصلني من الناس اللي بيروحوا المصريين اللي بيروحوا الجزائر وبحترمهم جدا. لكن زعلت جدا من الصحيفة اللي كتبت الكلام ده يعني لأنها غير محترمة وغير شريفة لأنها تطلعني عندي ملف. أنا أسفة أن أقول أنه ملف أداب يعني، فلو هم كلامهم مظبوط لازم يطلعوا الملف ده عشان يبان أنا إمتى اتخذت أداب يعني. لا ما مش عارفة يعني هل الغلط والإهانة توصل بيهم لحد السمعة؟ طب أنا دلوقتي ست وعندي بنات. بس شيرين هم ما بهدلوكيش لوحدك، هم بهدلوا المصريين كلها وقتها. يعني عايزة أقول إن أكتر حاجة ربنا بيحاسب عليها هو إنك تجيبي سيرة إنسان بالغلط
يعني لو قلتي مثلا لو انت بتشربي سجاير وانا قلت في مكان سالي بتشرب سجاير وانت تكوني مش عايزه تعرفي حد انا ما ادخلش اتحاسب غير لما انت تسامحيني. تقييم العالم العربي لشيرين واضح، شيرين في اعتقد في معظم الدول العربيه بيعملوها من زمان، مش بس دلوقتي. انا زي ما بقول لك ان هي من نجوم الصف الاول، ليها شعبيه كبيره. انا شخصيا ما شفتش ناس كتير بيبقى ليهم ملاحظات على شيرين، يعني دايما في شويه تعصب في الفتره الاخيره، تلاقي جروب لفنان معين بيكره الفنان التاني والعكس، انما شيرين معظم الناس بيحبوها، وحتى في اللقاءات بتاعه المطربين اللي هم المفترض ان هم منافسين، اعتقد انك لو سالت اي حد هتلاقيها عامل مشترك، لو سالته على مين اللي بيحبه هتلاقيها عامل مشترك. عايزه اتكلم على بداياتك انت. ناس كتير قوي بتقول ان انت ناصر محروس هو اول منتج وثق فيكي. لا، هو عرفني عن طريق استاذ صلاح الشرنوبي اولا، وبعدين استاذ مصطفى مرسي الشاعر مصطفى مرسي. لاني كنت مضيت في شركات قبل كده وما انتجوليش، واستناني لحد ما خلصت الـ 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 العروض اللي عليا السنين اللي كنت ماضيه، وبعدين في قضايا اترفعت عليكي بعد ما من الناس بقى اللي هم كانوا ناويين ما ينتجوليش، وفجاه قرروا ان بعد ما شيرين اتشهرت ان هم يعملوا مشاكل بقى معايا. طب ما انا استنيتكم ان انتوا تنتجولي ما انتجوليش. فدي كانت فتره بحلوها بمرها انا استفدت منها، لان حلو قوي ان الانسان يتشهر بعد ما يكون عنده اكسبيرينس، يكون عنده خبره. طيب ناصر محروس ارتبط اسمك بيه ان هو البدايه؟ اكيد طبعا. وكان وشه ساعد عليا. حصل مشاكل كتير، مش هتكلم عن كل ده، بس عايزه اعرف النهارده انت شايفه مين كسب من مين اكتر؟ شيرين كسبت من ناصر محروس اكتر ولا العكس؟ اكيد احنا الاثنين، اكيد، لان انا نجاحي الحمد لله كان على مستوى الوطن العربي كله، ف اكيد اكيد ناصر عارف، استاذ ناصر عارف الكلام ده، عارف ان احنا فرقنا جدا معاه، مش انا بس، كمان تامر. يعني كان على مستوى الدول العربيه مش بس مصر. وانا استفدت، لاني استفدت، خدت خبره من حد فاهم وبيحس قوي، مش بيشتغل النهارده ايه اللي ضارب فاعمل زي. طب اتكلمينا عن تفاصيل اكتر، يعني حصل حاجات كتير قوي في شقه مصر الجديده وانتوا بتحضروا الالبوم فريمكس، وعمرك ما اتكلمتي في الموضوع ده. اكيد. بصي، يعني انا واخويا واحمد محيي الملحن وهاني عبد الكريم الشاعر، احنا كنا تقريبا زي عيله واحده، بنقعد ليل ونهار نشتغل ونفكر هنعمل ايه، وانا اقعد الحن حاجه واحمد يلحن حاجه وهاني يكتب. عشنا فترة وكانوا بينزلوا يعلموني السواقة، يعني اللي هي الفترة اللي فيها نصر أخدني قال لي مش هينفع، خلاص انت لازم تبقي هنا جنبي في مصر الجديدة عشان التسجيل وعشان تبقي تحت عيني، محدش يضايقك، محدش يجي جنبك. أخدني، عزلني عن الناس كلها. كنت مبسوطة في الفترة دي؟ جدا، لأنه كان مهتم بيا اهتمام، يعني كان مخليني مش عايزة حاجة، خلاص هو ده اللي أنا عايزاه. كنتي شايفه اللي انت فيه النهارده؟ لا اكيد لا، ولا كنت شايفه احلم. كنت عامل ازاي؟ بصي، انا طموحي بلا نهايه، يعني ساعتها طموحك كان بلا نهايه. لا دلوقتي لا، انا عايزه اتكلم ساعتها احساس شيرين، شايفه ايه الخطوات اللي بعد كده هتبقى عامله؟ كنت حاسه اني هنجح نجاح كبير وهكون في مكانه لوحدي، لكن مش زي دلوقتي. ابقى كذابه لو اقول لك اني كنت اتخيل، ما كنتش اتخيل اللي انا وصلت له ده ابدا. غنوه بتاعت على بالي، انا كنت عاملها تيما الاول، فجه الشاعر محمد رفاعي سمع التيما عجبته، كتب عليها، كلم شيرين على طول، عجبتها جدا الغنوه، وبعد كده قالت لنا هنعمل التنازل، ورحنا عملنا التنازل، وبقت الغنوه بتاعتها الاستاذ نصر محروس حبيبي ربنا يديله الصحه. ما كانتش عجباه الغنوه، يعني هو كان مش عايز شيرين تغنيها، هو كان عايز حد تاني يغنيها. المهم احنا قلنا لا طبعا، مسكنا طبعا بشيرين لان هي فنانه كبيره جدا جدا جدا، وهي اتمسكت بالغنوه جدا. فروحنا الاستوديو، يعني بقت معاها الغنوه، وهي عسل جدا في الاستوديو، دمها خفيف، مش تنشن خالص، يعني لذيذه جدا وشخصيه جميله جدا جدا وفنانه رائعه.
نفسي ما اعرفش ايه بيحصل لما بشوف عينيه، ما بقتش عارفه اقول له ايه، ما اعرفش ليه خفيت عليه، بتعب قوي وانا جنبه وبسلم عليه. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيه. كل حب الدنيا دي في قلبي ليه، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيه. ده انت لو قدام عيني اشتاق ليك، على بالي ولا انت داري باللي جرى، والليالي سنين طويلة سبتها لي انشغالي بكل كلمة قلتها لي، على بالي ولا انت بلور الشخصية اللي احنا شايفينها النهاردة. لا ناس كتير منهم فنانين ماتوا. ماتوا؟ طبعا. يعني زي مين؟ يعني انا شاربة استاذ احمد زكي شاربة كتير قوي، بذكره في حواراتي، وممكن ناس تقول لك قابليه تتكلم عنه كتير. عمرك قابلتيه شخصيا؟ طبعا قابلته. هو ده الفنان اللي بجد، الفنان انا شاربة منه الفنان، اللي اني لما اخش اغني اغنية لازم اتقمص الشخصية زي ما هو كان بيتقمص الشخصيات، وما كانش ابدا بيحسسك ان هو احمد زكي. طول عمرك انا بحسيه، بحسه السادات، بحسه اللي كان اسمه ايه في كابوريا، فهماني؟ بليغ حمدي اثر فيا وانا عمري ما شفته. طب هرجع تاني لاحمد زكي، قبل اتقابلتي ازاي انت واحمد؟ قابلته كبير احمد زكي الله يرحمه. هو كان عارفني كويس، وكان ومره وانا بكلم حد في التليفون خد سمع التليفون، يعني حد قال لي ان في حد عايز يكلمك بس ما قالوليش ان هو.
فقال لي انت ليه بتطلعي تهاجمي جرح تاني، انا بحب ادائك فيها قوي. دي اول خناقه ما بينك وما بين ناصر محروس. انا كنت شايفه ان لا، مش ده الشكل ابدا اللي كان ينفع اطلع بيه للناس. وهو قال لك ايه؟ كان عاجبه الاداء، كان عاجبه ادائي جدا. وبعدين بعد ما ساب السماعه قالوا لي بقى، بقول لهم مين ده؟ قالوا لي ده احمد زكي. قلت لهم ساعات اصوت، ادوني السماعه دول، لازم يعني لازم اكلمه. وبعدين قابلني مره على باب اوتيل بسني من دماغي، وقال مدير اعمالي خلي بالكم منها عشان دي جميله قوي. ما استشرتيهوش؟ عمرك ما فكرتي تكلميه في التليفون تستشيريه في اداء اغنيه او حاجه اعمله ازاي؟ لا اكيد هو ما كانش فيه، يعني هو كتر خيره ان هو يقول فيا كلمه حلوه، لكن مش لدرجه ان اتصل ازعجه. طب نرجع تاني لبداياتك، ومن بداياتك كانت دويتو عملتيها مع محمد محي اغنيه بحبك. هو كان الحقيقه ناصر كان بيجرب فيا كل حاجه، يعني حتى ده ما عملوش مع اللي بعدي. دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا يعني انا بعتبرها ان هو كان يعني زي اللي ايه، عارف ان في نجاح بس كان خايف، فكان عمال يجرب. في جربني مره مع محي وبعدين مره مع تامر لحد ما نجح. دي حاجه فادتك ولا حاجه ما فادتكيش؟ ما مش عارفه، بس انا كنت شايفه انه لو كان اثر وكان عمل لي شريط من الاول. طب من الحاجات لوحدي اللي عملتيها بالاجبار، انت قلتي ان في حاجات كتير وانت صغيره كنت بتعمليها. كنت بصور مجبارة. يعني مثلا كان ممكن يجيب لي فريق كويس يشتغل على شكلي وعلى مكياجي في اول في بداياتي، بس انا مش هتهمه دلوقتي بعد الوقت ده لا، بس انا كل ما بشوف الحاجات اللي عملتها زمان اول ما طلعت ما بحبهاش. اجبرتي ان انت تغني مثلا اغنيه بحبك؟ انا ما كنتش اجبرت على حاجه، لا بالعكس. انا كنت بحب وما زلت بحب محمد محي جدا جدا جدا. فانا اتبسطت، بس هو كان ممكن طالما كان مقتنع بالفنانه دي ان هو كان يقدمها بقى بشكل تاني يعني. هو ده اللي كنت بعمله. بعد كده عملتي الفريم اللي هو شريط الفريمكس مع تامر، وكان ناجح نجاح مش طبيعي. ايه الفرق ما بين صوت تامر وصوت محمد محي، خصوصا ان انا سمعتك بتقولي عايزه الكورال اللي ورايا يبقى صوته قريب من صوتي، فلما يبقى دويتو بقى؟ لا، هو محمد محي حاجه وتامر حسني حاجه تانية خالص، يعني كل واحد فيهم سكه. اكيد محمد محي، اكيد. مين صوته لايق على شيرين اكتر؟ وتامر يعني بحب صوته وكل حاجه، بس مش في كل الاغاني يعني. حبه في بعيش على ذكرى من سنين، وحبيت صوته في الاغنيه بتاعت وهنعمل ايه وحبيبي وانت بعيد. كل الاغاني الرومانسيه بحب صوته فيها اكتر. طب لو قررتي النهارده ان انت هتعملي دويتو يا مع محمد محي يا مع تامر، تعملي مع فضل شاكر؟ عشان بحب صوته جدا ويهمني ان انا اغني معاه تاني. طيب خلافاتك مع محسن جابر بقى وصلت لغايه فين؟ ولا حاجه، كسبت القضيتين. الحمد لله، والله ما لا شمت، ما بحبش اشمت في حد. بس شفتي محمد هنيدي فيلم همام في امستردام؟ لما بعد ما خرج من الاسم قال لهم باركينج باركينج. انا دلوقتي ممكن اقول له بتونس بيك وانت معايا. لا مش فرحانه خالص. يعني طلعتي يعني بفلوس طيب من الموضوع ده ولا لا؟ لا اكيد ما طلعتش بفلوس، بس مفيش قضيه تعويض، ما دفعتيش حاجه خالص. يا استاذ محسن، انا عارفه انت كنت عامل معايا كده ليه، وكنت رافع عليا القضيه دي ليه؟ طب احنا عايزين نعرف. وبسبب انا يمكن قلت كتير قوي، بسبب حاجه انا عملتها فهو ايوه الجاي. ايه هي بقى؟ عملتي ايه؟ كانوا عاملين مسابقه اللي هي الميوزك اوورد المصريه، وحطوا اسمي في المسابقه انا وعمرو دياب، وهم كانوا عارفين ان اللي هياخد الجائزه تامر حسني ونانسي عجرم. بس فانا لما زعلت ورفعت قضيه، هو كمان راح قال بقى رد على القضيه دي بانه يرفع عليها قضيه عشان غنيت بتونس فيك وعشان غنيت عين الكدابين. طب احنا عايزينك تختار لنا اغنيه. عايزينك دلوقتي تختاري لنا اغنيه الوردة وتغنيها لي. خايف ليه تقولها لي وردة؟ لو تداري العين قلبي حاسس بيها يا غالي، وعلى عيني ترى ترى على عيني.
متعتذرش يكفيني منك بسمتك سيب الكلام خليني امسح دمعتك متعتذرش يكفيني منك بسمتك سيب الكلام خليني امسح دمعتك الخلافات ما بينكم ما بين تامر ما بينكم ما بين عمرو ما بينكم ما بين اصاله بيني وبين عمرو خلافات انا عارفه ان انت رحتي زورتي اصاله بعد ما جابت بيبيز عمرو مصطفى عمرو مصطفى ده لانه بيتكلم دايما بطريقه غريبه يعني هم مسمينه القذافي دلوقتي طب زي مثلا لما قال ان انت غنيتي اغنيه ما شربتش من نيلها بطريقه بلدي تورينا كده غنيتيها ازاي لا هو ما قالش كده حرام قال كده قال كده ما قالش كده قال كده في كش قال كده في برنامج كش مالك على قناه الحياه قال كده انتوا المسؤولين عن ان هو قال كده احنا المسؤولين قال ان انا غنيتها بطريقه بلدي واحنا عايزين نتاكد طب لو البلدي بينجح كده يبقى حلاوه البلدي يا حلاوه هو البلدي بيوكل ما بينجح لو بينجح كده البلدي طيب اصاله بعد ما روحتي زرتيها انت فعلا زرتيها طبعا زرتها ولسه واكله عندها من فتره واختي الكبيره يعني يعني ما فيش حاجه انا بحاول الطف مع كل الناس عشان الواحد بيكبر مش بيصغر يعني لو عندي يعني انا اكتر من اكتر المسلسلات اللي عجبتني في رمضان مسلسل ادم كون ان انا رايي فيه كفنان ملوش علاقه بخلافاتي مع الشخصيه ممكن تكلميه في التليفون تقولي له المسلسل طبعا وبارك له طبعا طبعا كلمتيه فعلا انا ما هتقولي رقمه الشخصي وانا اكلمه
نجيب لك الرقم بعد. اه انا ما عنديش مشكله ابدا ان انا اقول برافو لحد عمل حاجه كويسه، لكن يوم عمل حاجه مش كويسه وقلت زعل والدنيا اتقلبت وقال لي طب ما اتصلتش بيا ومش عارف ايه، بس ده لانه كان قال وانا يعني فاهمه كالعاده يعني. الخلافات دايما بتيجي من الطرف التاني مش مني والله. يعني انت بيبقى يعني رد فعل مش بيبقى الاساس. طبعا رد فعل، انا عمري ما عملت مشاكل مع حد من غير سبب عمري. طب والصحافه؟ الصحافه في منهم الناس المحترمين اللي هم مصدقين ان شيرين صوت مصري المفروض اكتب عنه ايه وما اكتبش عنه ايه، ده بتبقى راجعه ليه هو قناعاته ايه. يعني المفروض مثلا ان انا لما اشوف شيرين لابسه دايسه حافيه اكتب في مجله ان شيرين دايسه حافيه، طب الناس هتستفيد ايه؟ لكن لما اشوف شيرين صوتها مش كويس ابتدت ما تاخدش بالها من حاجات، لازم اقول لها لا ارجعي خلي بالك، لان انت مش بس بتمثلي العماره اللي انت ساكنه فيها ولا البيت اللي انت ساكنه فيه، لا انت بتمثلي كذا وكذا وكذا، فخلي بالك. انا بحب ده، بحب اللي يقول لي خلي بالك، بحب الصحفي اللي يسالني سؤال ما حدش يعرفه، اللي يثق فيه اللي انا اثق فيه ويثق فيه. لو قلت كلمه غلط ممكن تدني عند حد هو يصلحها، لان هو اكيد عارف نيتي ايه، فلازم الصحفي يكون امين على الانسان اللي بيتعامل معاه. طب اكتر نقد اتنقدتيه في الصحافه وضايقك؟ من شخص انا مش بحبه خالص. قال ايه؟ لا هو قال كتير. اكتر نقد فيهم ضايقك؟ لا مش انا مش هفتكر هو قال ايه، بس هما يا عكوا فيا. ف ايه ضايقك فيهم يعني لو جاوبتي يعني تنقضي نقدهم؟ ناس بتكره من غير سبب، ناس بتغلط من غير سبب، ناس عايزين يشوهوا اي حاجه وخلاص. يعني انا اقول لك اللي بحبهم اقول لك اللي بكرههم، انا ما بخافش من حاجه. محمد سامي هو مخرج ادم ومخرج اغنيتك. هو شخص يعني انا بكرهه من كل قلبي. قلتي قبل كده ان لسانك سبب في مشاكلك مع الناس، لانه طلع كمان بعد ما وقع بيني وبين ناس كتير قوي، وطلع زي الستات اللي بيقعدوا على السلم دول ما شاء الله بيتكلم في حاجات يعني هو اخترعها. طلع قال ان شيرين مش لاقي حاجه اليومين دول يا حرام، فمش لاقي شايفه يعني ان الناس كلها بتتشهر وبتلمع، فعايزه تتمحك سوري فيه. عايزه تتمحك في هيفا وتامر عشان هي يعني اليومين دول. لما قررت ان انا اخلف هنا ومريم اجمل حاجه في حياتي، ابقى انا كده قررت ان انا اسقط وان انا ابقى مش ناجحه. طب فانا إيه عايزه اقول للناس دي ان انا شيرين عبد الوهاب، ولو إيه فضلتوا تحاربوني طول عمركم هفضل شيرين عبد الوهاب. إيه مش بكلامكم الفارغ إيه العداوة دي؟ انا ليه يقول عليكي ناس سودة من جوه، ناس وحشه من النفس، مفيش اي حاجه خالص حاطه في اي موقف. كتاب الله اللي هو احسن من اي شيء للمخرج ده اللي هو مش مخرج بالنسبه لي خالص، ولا عملت اي حاجه وحشه للتاني برضو اللي عامل لي فيها صحفي ده. طيب وبقول لكم تشتموا زي ما انتوا عاوزين، انا مش ما بيفرقش معايا. هيفا عرفتك على محمد سامي؟ عرفتني مين محمد سامي، انا كنتش عارفاه للاسف. تقصدي بيها ايه دي؟ عرفتني الحقيقه كلها، قالت لي قلب كان بيقول ايه في ظهري وكان بيقول ايه وبيشتم ازاي والحاجات الكذب اللي كان بيطلع يقولها عليا، برغم ان هي اللي كانت مرشحهولك في الاول. لا هي ما رشحتهوليش، انا عرفته عن طريق مصطفى للاسف، طريق مصطفى سرور للاسف. وبعد كده هي قالت لك؟ وانا عايزه اقول لك ان انا يعني مصطفى سرور من الناس اللي انا كنت بعزهم جدا وما زلت، لكن علاقتي بيه اتاثرت كتير قوي بسبب انه عرفني بالشخص ده. ومين من الصحفيين اكتر صحفي بتحسي ان هو وقف جنبك وطلع برضو وطلعوا قالوا ان شيرين من احياء شعبيه؟ انا مش بستعر من نفسي ومستعده اخد كاميره الحياه واروح بيها للمكان اللي اتولدت فيه والعب في التراب قدامهم، وانا مش بكسف ابدا من اصلي. شيرين قولي لي مين من الصحفيين بتحترميه؟ استاذ عبد الله محمد. وفي رولا من مجله لها، وفي مؤخرا مجله الجرس سيده نضال احمديه بنفسها، وفي عبد الحميد، وفي الناس اللي بتعامل معاهم اللي بيخشوا بيتي قليلين جدا. الله يرحمه كان يوسف خليفه قبل ما يموت، كان
كان هو اساسا اللي وداني امتحان الاذاعه والتلفزيون. وكان صحفي كنت احب اقعد اتكلم معاه. في صحفيين محترمين كتير وفي صحفيين ما لهمش فيها. طب في فتره الحمل طلعتي غنيتي للناس واتكتب عليكي ان انت مطربه اكس اكس لارج. ده ضايقك ولا خدتيه؟ بصي هقول لك حاجه, اتضايق ليه طالما انا يعني انا مثلا لو كنت اتولدت تخينه تفتكري ان انا ما كنتش هنجح كصوت؟ وانت كنتي نازله تغني كمان حفله لمرضى السرطان. فانا مش انا كل الكلام ده كلام فارغ, وهقراه في ارشيفي واقعد اضحك بكره لما اكبر, لاني يعني انا وحشني شكلي وانا تخينه. حبيتي نفسك اكتر؟ ايوه طبعا, لاني انا ربنا اداني اعظم حاجه في الدنيا ممكن يديها. انا نفسي ربنا ياخد مني كل حاجه بس يحافظ لي على بناتي. ربنا يحافظ لك يعني على كل حاجه وعلى بناتك. يعني بص لدرجه ايه, يعني انا بناتي عندي بجسمي وبصوتي وبكل حاجه في الدنيا. طب لو اتكلمنا على عمليات التجميل, بيقولوا شيرين بتطلع بيروت كتير قوي. اكتر واحده بتسافر بيروت انا, واكتر واحده عمرها ما عملت عمليه تجميل ولا عمليه. وحياه ربنا ولا عمليه ولا مناخيرك ولا اي حاجه, ولا مناخيري ولا وداني ولا شفايفي ولا اي حاجه. عامله تاتو وسناني, بهتم باسناني. عملتي ايه بسنانك؟ عملت عليها طبقه فوق طبقه سناني عشان ما اضطرش كل مره اروح لبنان اعمل تبييض, لان التبييض بيوجع جدا. فعملت طبقه فوق طبقه سناني عشان في التصوير تفضل بيضه. بس احنا سمعنا قبل كده ان انت عملتي عمليه واحده في مناخيرك. لا والله العظيم ابدا. انا مصدقاك. لا والله لا. انا مش عيب على فكره, والله مش عيب. احنا بنوضح يعني اكتر للناس. انا مع اللي مناخيره وحشه لازم يعمل مناخيره, لان عيب قوي يبقى الطب والتكنولوجيا اللي احنا فيها مدياكي ده وانت ما تستخدمهوش. يبقى يعني لازم لو في حاجه صلحيها طالما في الناس اللي تقدر تعمل لك ده. طب لبنان بتروحيها كتير جدا, ايه البلاد التانية اللي بتحبي تزوريها؟ بحب الكويت جدا, بحب تونس, بحب قطر جدا. كلها بلاد عربية ما بتروحيش؟ لسه انا لسه بقى يعني ناوية نفسي اروح ايطاليا, ما رحتش ايطاليا خالص. نفسك تمام. سمعنا ان انت او في بداياتك كنت بتسافري لندن كتير. بروح امريكا كل سنة. لا في الاول كنت بتسافري لندن كتير قوي تصرفي فيها كل فلوسك على الهدوم. والله انا بصرف فلوسي في كل حته مش بس في لندن, في اي حته بروح. بحب اشتري فساتين, بقول لك من صغري وانا بحب الموضه. بحب اكتر حاجه كنت بتعمليها لما بتسافري شوبينج, ما بتحاوليش تتفرجي على البلد مثلا؟ لا انا ما انا بقول لك بقى, انا كل ما بكبر ببقى عايزه اروح للحاجات, اني ازور البلد بقى, اروح بقى اشوف الحتت الحلوه اللي ما شفتهاش, اكل اكله جديده. خلاص انا دلوقتي اللي بقيت لما بسافر ما بنزلش اعمل شوبينج لاني زهقت. زهقت والله, بحب اتمتع بمعالم البلد اكتر. I'm not afraid.
لو جينا نتكلم على شيرين من جوه، اكتر حاجه بتخوفك ايه؟ ضعفي. ضعفك من ناحيه؟ خوفي من بكره، بخاف جدا من بكره. خايفه من ايه بكره؟ خايفه من كل، من اي حاجه ومن كل حاجه. خايفه من الغيب، بخاف منه. مش عارفه بكره ممكن يمثلك ايه. يعني انا دلوقتي كل الناس اللي بحبهم عايشين وحواليا، ربنا يا ربي يطول في عمرهم ويفضلوا دايما جنبي. دايما اقول لنفسي يا شيرين اللي انت فيه دلوقتي ده مش هيدوم بكل اللي فيه. طب الاب دايما بنقول عليه الدهر، واحنا ما بنسمعش شيرين بتتكلم عن باباها خالص. بابايا يعني هو راجل بسيط جدا وانطوائي جدا، طول عمره مع نفسه. يعني هو مش شبهنا خالص. انا ممكن بيكي اكون شبهه، بس اول ما طلعت، اول ما بصحى من النوم ببقى شبهه. ما بحبش حد يتكلم معايا خالص لمده نص ساعه لحد ما اخد نسكافيه أو مثلا افوق بعدين اتكلم. هو مبسوط بيكي دلوقتي؟ فرحان بشيرين النجمة جدا، بس ولا مره بيبين لي الفرحه دي. يعني شوف لدرجه ايه، يعني عمره ما جه قال لي الله انت غنيتي هنا حلو. يشوف ويتفرج، لا تعليق. وفي الاول في البدايه كان بيشجعك كان طبعاً، ولا مامتك اكتر؟ طبعا لا، مامتي دي جوايا عايشه معايا اكتر منه بكتير. طيب اخوكي محمد عبد الوهاب، اخويا برضو، ظهر في حياتك من 3 4 سنين. هو بص، احنا كلنا عائلنا متاخر يعني. هو يعني كمان يعني هو كان برضو مع اصحابه وحياته، ما ابتداش يبقى جنبي غير من سنتين ثلاثه. نعتبر ان هو نقدر نقول مستشارك الاعلاني، ابتدى يحس. مش لدرجه مستشار الاعلاني، لسه موضوع الاعلام والاعلان ده حاجه كبيره محتاجه ناس متخصصه في ده. اخويا بيدي راي، اخويا بيساعدني، اخويا مهم جدا انه يكون جنبي عشان حاجات كتير. لانه انا ساعات مثلا عاوزه حد يقفل لي سوسته الفستان، فمش هدخل حد غريب يقفلها لي. طب اخوكي ولا اختك؟ هي أكثر. اختي بتدرس، هي اختي مش فاضيه لان هي تبقى في اعلام. انت اخترتيها لها ولا هي اللي؟ لا هي حابه، قالت لي انا حابه ده، فانا قلت لها ان شاء الله تدرسي، يعني ادرسي اللي انت عاوزاه، بس اهم حاجه ما تخشيش غير لما تستفيدي. يعني انا عايزه ابقى فلان، لازم استفيد، ابقى فاهمه انا بعمل ايه.
اللي في عيني انت غريب، والجرح اللي في قلبي سايا داوي يا داوي، والطبع اللي في عيني انت غريب بشكي ولا بحكي، بس قولي يا حبيبي كده. لو انا كنت موجوده ايام ام كلثوم وعبد الحليم وبليغ حمدي كان حالي بقى غير الحال؟ لا، كان حالي ما قلتش كده، لان مفيش حد بيبقى عارف انه هيبقى مشهور. انا قلت ان لو كان الفنان الكبير العظيم بليغ حمدي موجود كان مستواي الفني هيبقى مختلف عن كده كمان. هيبقى يعني انا يعني اكيد كان هيلحن لي اغاني اللي هي صعبه، الحاجات اللي انا عايزه ابين فيها امكانيات صوتي لحد دلوقتي. ومش بس الصعب، يعني حتى السيمبل بتاعه مفيش حاجه شبهه دلوقتي. انا عايزه اقول لك ان بليغ بيتنحت من ناس كتير قوي، يعني ناس كتير قوي بتسرقه عشان يعملوا الحان ناجحه دلوقتي في الزمن اللي احنا طبعا فيه. والناس رحبنا يعني مفيش جديد، عمالين يطلع من المخزون، لكن الجديد بقى قليل. بليغ حمدي لا يعني، وكمان دول بيتسرقوا. بيتسرق منهم. طيب نقول على شيرين فيروزيه ولا ام كلثوم اكتر؟ لا انا بين، بصي طبعا في كل فنانه باخد حاجه، يعني بحب في السيده ام كلثوم ان هي مطربه مسرح، بحب في السيده فيروز ان هي مطربه مسرح برضو، بس ستايل اغانيها كلاس قوي، يعني في شياكه، في مختلف. بحب في عبد الحليم البساطه، بساطته، انا احب ابقى بسيطه، ما بحبش اقول عرب كتير. عشان كده غنيتي اسمر يا اسمراني. لما بتيجي تقعدي مع نفسك تدندني او عايزه تسمعي سيدي، مين اكتر مطرب او مطربه من الزمن اللي احنا فيه بتحبي تسمعي؟ فضل شويه، انغام شويه، سميره شويه، طبعا مع حفظ الالقاب. مين تاني؟ ممكن وائل جسار، وفي ناس كتير والله انا بحب صوتهم، بس انا لما باجي اتسائل بنسى. انت عملتي دويتو مع فضل شاكر وعملتي دويتو مع هاني شاكر، الفنانين الكبار طبعا هم اساميهم لوحدهم القاب طبعا. استمتعتي اكتر في اني تجربه؟ لا انا ما شفتش استاذ هاني شاكر اساسا، احنا ما غنيناش مع بعض، انا غنيت لوحدي في يوم وهو غنى تراك صوت وتراك صوت. انا كنت رايحه اسمع عند استاذ محمد ضيا الحان، فسمعني الاغنيه دي فسبت له جايد بصوتي، فجي استاذ هاني شاكر اشترى الاغنيه فعرض عليه استاذ محمد ضيا ان هو ايه رايك ان هو يعمل، فوافق استاذ هاني، وهي الاغنيه بتاعت استاذ هاني شاكر. لكن دويتو فضل كان دويتو كبير زي الفنان هاني شاكر كدويتو، وتعتبر لسه في بدايتك طبعا. ده حلو حلو السي في بتاعي طبعا. اكيد بيبقى حلو الارشيف اني غنيت مع استاذ هاني شاكر، غنيت مع فضل شاكر، غنيت، ده حلو في ارشيفي. في اغنيه انت عاملاها لمصر، وحشتني حبيبتي، وحشتني سمعتها، هي كانت الاول اغنيه رومانسيه عادي جدا، شبطت فيها قلت له ما انا عايزه الكلام ده بس يتحول لمصر. حسيتي وانت بتسمعي عن الاغنيه دي لمصر؟ Ah.
عاشتني حبيبتي اللي تعودت عليها سنين، وحشتنا ايام عشناها بجد احنا الاتنين، وحشتني حبيبتي اللي تعودت عليها سنين، وحشتنا ايام عشناها بجد احنا الاتنين، احساس من غيرها ده لا لا يتكرر ولا يتعاد، ده مجرد افكر فيها الدنيا ما بتساعد، وكلام الدنيا الحلوة عليها ده ما يكفيش، وما فيش غير هي حبيبة قلبي وما بسيبها. أجمل أيام من عمر أنا عشتها بس في بلدي، أصلاً متأكدة إن محدش حبها قدي، أهلها دول أهلي وعمري ما حسيت إني لوحدي. بدايته أصله ناس حباه، طب هنسى ازاي بلدي اللي اديتني اللي أتمناه، معقول تكون أمي في حضني وخايفة ما طمنهاش. أجمل أيام من عمر أنا عشتها بس بلدي، اصل انا متأكدة ان محدش حبها قدي، اهلها دول اهلي وعمري ما حسيت اني لوحدي. شيرين، مين غلطتي في حقه وعايزه تعتذري له؟ انا مش متذكره اني غلطت في حق حد، بس لو في حد زعلان مني انا بقول له انا اسفه. بالدلع ده لازم يوافق على طول، ما ينفعش. طب ومين غلط في حقك ومستنيه منه انا اسف؟ انا قلت مش لدرجه يقولوا لي انا اسف، يعني مش للدرجه دي، بس خلاص انا علمت عليهم اكس، مش فيش دول، مش موجودين في حياتي تاني، وهم لا بيا ولا انا بيهم، يعني الحياه هتستمر معاهم وهتستمر برضو معايا من غيرهم. بجد نورتي الاستوديو كله ونورتي قناه الحياه. لا انا طلعت في قناه ناجحه وانا بحبها ومشاهدينها. احنا بنشكرك جدا، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير.
حاجه لقيتها فيك.